نرحب بالأستاذ تامر سعيد مدير مجموعة دار كلمات. كلمات هي دار نشر مختصة بنشر كتب الأطفال باللغة العربية، ويقف وراء كتابة ورسومات كتب وإصدارات كلمات نخبة من الكتاب والرسامين الحاصل بعضهم على جوائز عالمية في مجال أدب الأطفال. وتقدم الدار مجموعة واسعة من الكتب التي تسلط الضوء على الثقافة العربية التقليدية والتحديات المعاصرة التي تواجه الأطفال في الوقت الراهن. أهلا بك أستاذ سامر، هل لك أن تحدثنا عن دار النشر وماذا تفعلون وكيف تقومون بنشر قصص الأطفال؟ مساء الخير وأشكركم على الدعوة وعلى الحضور. دار كلمات هي الدار الأولى اللي بدأنا بيها، واحدة من مشاريع أو شركات مجموعة كلمات. بدأنا من 10 سنين. الله يبارك فيك يا أستاذ أسماء. الله يخليك، الله يخليك. يمكن الجائزة توجت أعمال الدار في 10 سنين اللي فاتوا. كان الهدف من إنشاء الدار هو تزويد السوق العربي بأفضل كتاب للطفل، أفضل كتاب للطفل من ناحية الرسوم، النص، كذلك الإخراج. بناخد بالنا من كل تفصيلة في الكتاب، وكتاب الطفل عندنا أعتقد بيقعد 2 سنين في الإنتاج وقته، من ساعة ما نستلم النص البروسس عندنا طويل شوية، وبنحاول نركز على كل جانب في الكتاب. الحمد لله في فترة قليلة ونظراً للاختلاف اللي قدمناه، بدأنا بشكل عام نبقى واحد من أهم دور النشر لكتب الأطفال، وزي ما بيقولوا we lead the market now. فقدمنا كتاب جداد وكتاب قدام، وكمان عملنا خلط ما بين النصوص العربية والرسوم الأجنبية. بنشتغل مع مجموعة من الرسامين العرب وكذلك مجموعة من الرسامين الأجانب. وبعد فترة لما لقينا ان في مجالات تانية في النشر محدش متطرق لها بالشكل اللي احنا بنفكر فيه، حولنا دار كلمات لمجموعة نشر وانشأنا تحتها مجموعة كبيرة من الدور. عندنا 2 أو 3 أنواع من طريقة العمل على المستوى المهني. عندنا مجموعة من دور النشر تملكها المجموعة بشكل كامل، وشركات زي كلمات الأطفال أكثرهم شهرة واللي احنا سمينا اسم المجموعة عليها، كلمات بس معنية بكتب الأطفال أدب الطفل لسن 14 سنة. أنشأنا دار نشر تانية اسمها حروف. حروف هي أكتر بتركز على النشر التعليمي، بتقدم المحتوى بشكل جديد، استخدمنا فيه الكرياتيفيتي وطريقة الشغل بتاعت كلمات ولكن بطريقة تتناسب مع المحتوى التعليمي. والحمد لله حروف هي تعتبر المزود الوحيد لمبادرة لغتي، وهي مبادرة لتعليم اللغة العربية بوسائل ذكية في إمارة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة. حروف هي اللي بتزودهم بالمحتوى وكذلك بالتجهيزات الإلكترونية. بعد حروف ومن خلال تجارب تانية لقينا ان في نقص في السوق من حيث كتب اليافعين، وكنا بدأنا نعمل تجارب مستقلة او تجارب صغيرة، ننشر كتاب 2 للفئة دي، لان بقى عندنا ادب اطفال جيد متقدم بطريقة كويسة، وفي نفس الوقت عندنا ادب في الكبار وشعر وقصة جميلة جدا، ولكن فئة اليافعين ما فيش حد مركز عليها. فخدنا الانيشيتيف دي وطلعنا دار نشر اسمها روايات. روايات اكتر مركزة على ادب اليافعين والاعمال المترجمة للكبار. وعندنا بعد كده مكتبة، وهي مكتبة بشوف في القصبة. لقينا ان بقى صعب جدا كل اعمالنا تبقى تحت سقف واحد، فانشأنا مكتبة اعتقد من 2.5 سنين، وهي دلوقتي بتضم كل اصدارات المجموعة، بالاضافة للدار الاخيرة اللي هنطلق اصداراتها في شهر نوفمبر الجاي هي كوميكس.
كوميكس برضو في غياب عن النوع ده من الفن، في تجارب صغيرة، ولكن ما فيش دار نشر متخصصة تقف وراء النوع ده باللغة العربية. صح. مين الشخصيات بالكوميكس؟ يعني نحن ربينا بمجتمع مثلا بلبنان، كنا نحن وصغار نحب لولو طبوش، كنا نحب سوبرمان، كنا نشوفهم بالكوميكس ونمسط فيهم ونخلي نحتفظ بمجلداتهم. شو الشخصيات اللي اخترتوها؟ لانه الكوميكس يظهر انه هو شيء سمبل، بس هو من خلاله فيك توجه رساله للمجتمع وتوجه الاطفال. شو شخصياتكم؟ اوكي، دلوقتي هشارك معكم اخبار مسبقه. اوكي، احنا في الكوميكس بنشتغل على اتجاهين. في اتجاه ان احنا بنترجم اعمال كتير، وعندنا 10 اعمال مترجمه هتتقدم في معرض الشرق اللي جاي، على مستوى ان احنا نعمل كتاب كوميكس او جرافيك نوفل من العالم العربي. لقينا الموضوع صعب جدا، ولقينا انه محتاج استثمار كبير، فقررنا ان احنا برضو نخاطر بالموضوع ده، واتجهنا لسلسلة هنطلق اول كتاب ليها في معرض الشرق، وهتبقى عن عنترة بن شداد. عنترة بن شداد. الفكرة ان احنا جبنا الشخصيات العربية، الشعراء اللي ليهم احداث كتير قوي في تراثنا، وبدأنا نعمل عنهم جرافيك نوفلز. اول واحد كان عنتر، وان شاء الله اعتقد اللي جاي هيبقى المتنبي. بس انتاج كتاب الكوميكس بياخد وقت طويل، حتى الرسم من اول سكتشز وبنسلز، يعني الموضوع بياخد كتير وقت. اكيد. مين بيكتب روايات الاطفال عندكم؟ يعني هل انتم تتعاقدوا مع كتاب لروايات الاطفال؟ وبعد ما نخلص معكم هون اساس لحتى نشوف الالستريشن، الاخراج، كيف انتم بتنتجوا القصص، ولحتى ناخذ فكره لانه بهمنا الموضوع. اوكي، احنا في نوعين في النشر بشكل عام. في دور نشر تستقبل النصوص وبعد كده تقرر عليها، وفي النوع الثاني اللي هو الاستكتاب. احنا ما متجهش للاستكتاب، ان احنا نتجه او نطلب موضوع معين من كاتب، ما بنعملوش كتير الا في حالات صغيره جدا، لما بنبقى حابين نعمل حاجه ما حدش قدمها قبل كده، زي ما حبينا مثلا نعمل كتاب عن الطلاق للاطفال، استكتبنا كاتبة فيها. احنا قدمنا مواضيع كتير، قدمنا مواضيع عن السرطان، قدمنا مواضيع عن التوحد، قدمنا نسبة الترجمة عندنا اقل من 5% او لا تكاد تتجاوز 4%. والكتاب بيمر بمراحل كتيرة عندنا، من اول ما بنستقبل نص ونراجعه وعلى اكتر من مستوى لغاية ما نتفق عليه او نقبل بيه، ومن توقيع عقد مع الكاتب لغاية ما بيتم في الإليستريشن ويدخل في ما بعرف. استحضرني أسماء أنه لماذا تجربة الملتقى تجربة جميلة جدا، وإذا هذه التجربة كتبت بنص صغير وكانت سميناه كتاب الملتقى كحكاية للأطفال من خلال دار نشر، أي إذا بتتبنونا أكيد شرفنا. أكيد. أي والفكرة القراءة بالملتقى. أي. أوكي. إحنا طبعاً نرحب بأي نص جديد، ما عندناش أي مشكلة، بالعكس إحنا دائماً نقول للناس خلاص. أكيد. لا يعني أنا حسيت إنه في عنا بلاتو مفتوح لحتى نشارك فيه يعني. بس الرسامين، مين الرسامين؟ عندنا مجموعة من الرسامين الهرب، زي لجينة الأصيل، حسين زهر الدين، حنان قاعي، ديفيد حبشي، عندنا مجموعة كبيرة، وبرضو عندنا مجموعة أكبر من الرسامين الأجانب. اتجهنا للرسامين الأجانب لبعض خلينا نقول بعض المسائل المهنية شوية اللي تتعلق بالالتزام بالمواعيد. يعني العرب ما بيلتزموا بصراحة، مش هكذب. يعني معظم الناس الرسامين اللي تعاملنا معهم في العرب
كان تقابلنا معهم صعوبات، وخصوصا احنا شوية عندنا ديدلاينز من حيث الانتاج وملتزمين بمواعيد معينة مع ناس. لكن كانت الدافع الأكبر ان احنا نتجه للرسامين الأجانب. كنا لما بنقدم النصوص برا للترجمة، احنا عملنا ترجمة في أكتر من 10 دول، منهم انجلترا وامريكا وكندا وايطاليا وتركيا وماليزيا والسويد والنرويج واعتقد سويسرا. كان دايما يعجبهم النصوص وفكره الكتاب، ولكن الرسومات مش هي اللي ممكن الطفل عندهم يتقبلها. فبدانا نتجه لنوعيه الرسومات اللي تتناسب معاهم شويه، ولكن دايما حافظنا على يعني قدمنا حتى الكتب التراثية اللي قدمناها بشكل جديد، حافظنا على التراث ولكن قدمناها بشكل بالضبط بشكل حديث. مين بمولكم؟ انتوا جهة خاصة ولا تابعة لدولة الإمارات العربية؟ احنا جهة خاصة، برايفت بزنس اندبندنت. احنا يعني كان الفاوندر الشيخ عبد القاسمي، بس تعاملنا في كلمات ان احنا حابين نقدم دار نشر ناجحه حتى من حيث البزنس. فكان في استثمار، والحمد لله دلوقتي بدانا نشوف عوائد الاستثمار اللي بتحصل عندنا، ولكن احنا لا جهه حكوميه ولا لينا علاقه باي مؤسسه حكوميه، بل بالعكس احنا دلوقتي عندنا كمان كلمات فاونديشن اللي انشاناها من سنتين لتمكين الاطفال. أكيد الشيء اللي عم تقوموا فيه شيء كتير جميل. كنت فعلا حابة أشوف كتب الأطفال اللي عاملين عم بيجيبوا. في حدا عنده أسئلة؟ للي عايز يشوف إصداراتنا، احنا موجودين في قاعة 8F06. مساء الخير أختي. مساء الخير، أهلا بك وإلك سلام. بحب بس أنوه إنه الأخ تامر كان زميل بنتي بالشغل، وبعدين هو توجه إلى الشارقة مع الشيخ أبودور، خطفوه لأنه إنسان ناجح فعلاً، دار كلمات، إنسان يعني يشتغل بالصدق وحماس. من لما تعرفت على حضرتك ومن لما تعرفت إنك رحت عند كلمات، خطر في بالي من كم سنة لما شاركته بالمعرض إني أطلع وأشتري لأحفادي من كتبكم. من أجمل الكتب اللي ممكن تشوفيها بالإتقان، نادي متقنة جدا، الإليستريشنز حتى القصص مدروسة بطريقة رائعة. فأنا بشجع الحقيقة الناس تأخذ منها. ولما سألت بنتي أشتري لك أنا الأحفاد، قالت لي أنا بس بدي من كلمات. ايه دانا قالت لي بس بدي من كلمات. فبحب انوه انه فعلا دار نشر رائعه، اتمنى لها النجاح. انا اتابع الشيخه بدور وبسفريات على لترويج لكلمات ولكل المؤسسات اللي صدر بعد هيك كونتوها من حروف ومن غيرها، فعمل متقن، واتمنى لكم النجاح. شكرا. عندنا عدوى بالملتقى مدام عايدة أساسية، كاتبة لقصص الأطفال، وكنا عم نحكي عايدة أنه دار كلمات متخصصين بقصص الأطفال وبيصدروا بالسنة إصدارات كتير، بيطلعوا فيها بتترجم حتى وتوزع في العالم يعني، وعندهم illustrators عربيك وإنجليش. حلو انه تسالي لانه انت بهالمجال. بدي استفيد منهم. يبقى مرحبا. مرحبتين. كيف الواحد، ما هي التقنيات اللي الواحد بتبعها معكم حتى تنشروا له كتابه؟ احنا عندنا البروسس بتاعنا في قبول اي نص زي اي دار نشر عالميه. بنستقبل النصوص سواء على الايميل او على بريدنا البريد العادي او حتى يعني باي طريقه، ما تفرق، مش المهم النص يوصل لنا. النص بيخش في بروسس طويل، احنا بناخد حوالي شهرين على ما نرد على كل نص اتسلم لنا، والكتاب بياخد حوالي سنتين في الانتاج. عندنا لازم الرسام تامر، هل بيستطيع المؤلف الكتاب انه اذا بده يقرب من 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 الفتره انه يساعد يساهم بجيب الكتاب مع رسوماته؟ لا، احنا ما نقبلش اعمال مرسومه للاسف. ما بتقبل اعمال مرسومه؟ لا، ولكن في بعض الاوقات بنعمل استثناء
لو الكتاب عجبنا والرسومات ما عجبناش بنستأذن الكاتب ان احنا نغير الرسومات. بقى لينا خط انتاج وستايل معين وشكل معين بقينا معروفين بيه. الفكرة عندنا ان احنا ما ينفعش نقدم حاجة تختلف عن بقية اللسة التانية، لازم لما تبقى جواها ما تبانش ان هي غريبة. بالاضافة كمان ان اعمال الرسوم واعمال التدقيق واعمال التحرير هي مسؤولية الناشر، فاحنا بنحاول نغير في شكل اللي بيحصل من حيث ان لازم الناشر يبقى مسؤول عن الكتاب وهو اللي يستثمر في الكتاب مش الكاتب. كانوا عم بيقولوا لنا انه في نقص بالكتب من عمر 8 سنوات الى 11 سنه. ده مظبوط. حتى تختاروا كتب من عمر 8 ل 10، هل عندكم يعني عدد معين من الكلمات او الصفحات اللي لازم يكون او المواضيع؟ لا احنا في تابوز لمواضيع معينه؟ ما عندناش اي تابوز نهائيا، ودي يعني ادفانتج فعلا عندنا في كلمات، لان احنا قررنا من حوالي 5 سنين ان احنا نقدم اي حاجه ينفع تتقدم للاطفال طالما تعالجت بشكل كويس. مفيش موضوع ما ينفعش طالما الموضوع اتعالج بشكل يتناسب مع الفئه العمريه دي اتقدم. في مواضيع طبعا ما يقدروش يفهموها في الوقت الحالي بس، فهنا بنتعامل مع مجموعه كبيره، عندنا ناس مش موظفين بشكل كامل في دار كلمات ولكن بيتعاملوا معنا كهيئات تحرير او ناس بنرجع لهم لما بيبقى عندنا كتاب بيتكلم عن موضوع معين وحابين نشوف هل اتعالج بالشكل اللي يتناسب. يعني في بعض الكتب اللي قدمناها اللي قدمنا فيها مجموعه من الاعاقات زي الصم والبكم والتوحد، وحتى لو في اعاقات ذهنيه ثانيه اتوجهنا لناس تقدر تحكم على الكتاب ده من الناحيه الاكاديميه. فما عندناش اي نوع من انواع الحظر داخل دار النشر، بالعكس احنا بنقدم اي موضوع. الفيصل عندنا هو النص ازاي مكتوب وازاي يتقدم للطفل. بالاضافه لكده ما عندناش برضو اشتراطات على عدد الكلمات. لو نص 8 سنين او 10 سنين او 12 سنه في طرق تانية للحكم عليه، مش بس عدد الكلمات هو اللي بيحكم على النص مناسب لاي فئه عمريه. ممكن الموضوع نفسه يكون عدد كلمات قليل ولكن نظرا لطبيعه الموضوع يبقى الفئه عمريه كبيره. طب بالنسبة للكتاب المسموع، انتم يعني الكاتب لما بيتعامل معكم بياخذ حقوقه بالكتاب المسموع ولا انتم بتاخذوا كامل الحقوق؟ احنا ما بناخدش حقوق. احنا ندير الحقوق. يعني الكتاب المسموع بيكون من حقه ان يتصرف فيه خاص ولا لازم عن طريقكم؟ طيب هشرح لحضرتك شويه عن الموضوع في عجاله جدا. احنا لما بدانا حبينا برضو نغير في طريقه التعامل ما بين الكاتب ودار النشر، واعتقد ان تعاقدات كلمات بعد ما سمعت من اكثر من كاتب ومن اكثر ناس رسام هي الافضل على مستوى العالم العربي. احنا ما بنطلبش من الكاتب ان احنا نشتري اي حقه في ملكية الكتاب، هو حقه حتى القانون لا يسمح له بالتنازل عنه، ولكن بناخد حاجة اسمها حق ادارة الكتاب لمدة معينة من السنوات، ومع كل اصدار في اي شكل لي عائدات مالية حسب التعاقد بتاعه معينة. يعني انا بعمل كتاب مطبوع وكتاب الكتروني وكتاب مسموع، انا بعملهم داخل الدار، ولكن على كل مبيعات لكل نوع من الصيغه دي هو ليه عائدات معينه. عندنا الكاتب ليه اكتر من 15 بند تحت العائدات. والشخصيات الشخصيات اللي مرسومه هل تكون ملك يعني كيف يشتريها الكاتب؟ يعني انا لما عملت كتاب وكنت بدي اعمل شخصيات عملت مابتس لهم او شيء، فكان تنازل لي الالستريتر الرسام عن شخصيات القصه. هاي شخصيات القصه عندكم كيف بتتعاملوا فيها؟ اوكي احنا بنفضل احنا اللي نستثمر في الكتاب وفي الالستريشن، فاحنا اللي بنتكفل بجميع اعمال الالستريشن فبترجع لنا، ولكن الكاتب بيضل لي جزء من حقوق الشخصيات. شكرا. فاتن عندها سؤال.
ما هي نوع أو ما طريقة الإعلان عن شركتكم، عن كلماتكم، وأين توزع كتبكم في الإمارات؟ إحنا كتبنا موجودة في جميع المحلات، وإن شاء الله بعد شهر ونص من دلوقتي عن طريق الويب سايت بتاعنا هيبقى عند كل زوارنا استطاع إن هم يشتروا الكتاب المطبوع أو ينزلوا يعملوا داونلود للكتاب الإلكتروني أو حتى المسموع. ولينا انتشار جيد في الإمارات وخارج الإمارات. إحنا كتبنا تتوزع في 46 دولة، وأعتقد بعد منطقة الخليج أكتر دولة هي السويد. لينا السويد، لينا تواجد كبير جدا في السويد. لما كنا صغار كان في المكتبة الخضراء دائما نشتري كتبها ونجمعها ونخليها عنا. برأيي أنا أنه الطفل محتاج لدار نشر وحدة تبقى في ذاكرته. يعني كلما استحضرت أنا قصة من قصص الأطفال لابد أن أتذكر غلاف المكتبة الخضراء، وخصوصاً أنه كنا نصمد، يعني هيك نستقطع جزء من مصروفنا لحتى نهار السبت نروح على المكتبة ونشر القصة نقراها نهار الأحد. بقى كونكم وحدتوا الإصدارات، يعني أنا شفت هلأ أنه في كذا قصة بس بطريقة بنفس الفورمات، معنيتها أنه أنت تبعت بالسبكونشوس أو بالسبليمينال إيمج the image of your radar، وهذا شيء بيبقى طبعاً بذاكرة الطفل. يعني إحنا عندنا فريق متخصص جداً، سواء على اختيار، سواء من ناحية التحرير لغاية التسويق والكرياتيف والأرت كمان. فعندنا فريق بيشتغل انه يقدم فعلا رسومات جيدة، ولكن في نفس الوقت يبني هوية للدار. فكل دار اللي عندنا ليها هويتها اللي بتعبر عنها، وليها الحاجات بيفهم فيها جماعة التسويق أكتر مني البراندينج وازاي يقدروا يحافظوا على شكل الدار بحيث ان اي حد بيشوفها صراحةً بدون ما تعمل ماركتينج، مجرد ما حملتوا الأساس وفتوا حسيت أنه في براندينج وفي ايدنتيتي للدار، وهذا شيء كتير مهم بالعمل وبالإصدارات. في بعد حدا عنده سؤال؟ قديش سعر القصة للطفل؟ لأنه نعاني اليوم من أسعار الكتب صراحةً. اوكي انا هقولك سؤال مهم. احنا متوسط اسعار الكتاب الطفل عندنا زي ده حوالي 45 درهم او 50 درهم. كتير. اوكي انا تو ماتش. الاخ تامر مرحبا فيك. مرحبتين. واهلا وسهلا. يا اهلا بك، انت الرجل الضائع يعني كنت بالنسبه لنا. لا بالعكس، كان معتذر وفجاه قالوا لي ثامر موجود، قلت هذا معتذر، طلع هو باعث ايميل بالغلط، بيبعث يعتذر حق حد وبيوافق لحد. احنا جانا الاعتذار، بس قلت لهم ما علي، انا احبهم لانهم فازوا بجائزة الشيخ زايد وتستاهلون كل الترحيب وكل التكريم. الله يخليك. مثل ما قالت اختي، انا اضم صوتي لاختي هنادي. بالفعل 45 غالي. انا اذا بدرس عيالي يعني لاحفادي، انا عندي احفاد الحين، 45 حق ميزانيه الاسره المتوسطه غالي، يعني بتاخذ له 45 كتاب، وبعدين خصوصا الدعم من صاحبة سمو الشيخة بدور. يعني المفروض تدوروا لكم يعني طريقة أسعار تكون أقل، حتى لو يكلف. يعني أنا المشكلة نحن دولة الإمارات طلعت قانون القراءة، أنت تبغى شعب يقرأ لازم بعد الدولة تدفع شوي زيادة. يعني أنا أحط قانون القراءة والكتب غالية، ما بحب أشتريها، وخصوصا الحين مع الإنترنت والتحميل الكتاب واللي تعطي مساحة، بس المفروض يعني قبل ما أنتج 100 كتاب أنتج 30 وسعرهم يكون أنسب. يعني هي بالعكس، أنا لو أنتجت 100 كتاب هبقى سعر الكتاب أرخص. أنا قصدي يعني أنتوا تركزون عشان الميزانية، لما أنا أطبع كثير 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 الميزانية بتروح حق الإنتاج وحق التسويق وحق تأخذ من الوزن. أنا لما أطلع 4 روايات في السنة وأحاول أنشرها ويقرونها هذا وأرجع أسوي 4، انا يعني اتمكن اني اكثر اساعد الناس، وانتم وظيفتكم نشر اكيد. بس فيما يخص موضوع السعر بالذات، انا يعني كلمه سمعتها وكنت هقولها من غير ما اسمعها، ان الناس كتير عندهم استعداد يدفعوا ال $12
او ال 45 درهم في كتاب اجنبي ولكن ما عندهمش استعداد. عندنا مشكله أكيد. عندنا مشكله باللغه العربيه، المجتمع الجيل الجديد كله يقرا انجليزي، لان سبب عزوفهم عن اللغه العربيه الاخراج سيء. يعني احنا طبعا اخراج لا 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 انتم مميزين، انا ما اتكلم عنكم بالزبط. انت يعني وجودك هنا نحن بالعكس احنا نرفع لكم الشابو، لان انتم افضل دار نشر لقصص الاطفال يعني. اوكي انا لو هذا ما انا اصلا نحن تخصصنا روايه الكبار، بس انا لاني احترم داركم واحترم طريقه الله يحفظها الشيخه بدور انها كيف هي نفسها اشتغلت في المجال، هي يعني اصلا امتهنت المهنه عشان تقدر تخرج، يعني مو بانسانه عاديه يعني. بالعكس انا احترمها شيء، بس انتم بعد نحن نبغى نشجع اللغه العربيه، نبغى الكتاب العربي ينتشر، نبغى في اشياء كثيره يعني أكيد. لازم نضحي. اديني دقيقتين بالضبط انا هشرح لك احنا ايه استراتيجيتنا في التصوير. الله يخليك. احنا استراتيجيتنا في الكتاب ان الكتاب هو منتج مهم، الكتاب لازم يتحرك من ان هو تاني اسوأ منتج او اصعب منتج في البيع في العالم العربي لانه يكون واحد من اول خمس منتجات. دي اول نقطه. فيما يخص التسعير عندنا، زي ما احنا بنقدم الكتاب بخمسة واربعين درهم اللي في ناس كتير بتشوفه غالي، لازم نحط في اعتبارنا ان في ناس كتير ورا الكتاب ده، بمعنى ان الكتاب ده ورا كاتب لازم ياخد عائدات كويسة عشان يعرف يكتب كتاب تاني كويس. زي ما احنا حافظينه يبقى لازم نراجع برضو تقاريرنا الاقتصادية ونشوف حجم انفاق الناس على السلع التانية. فهي الفكرة الدعم، احنا بنودي دعم، بمعنى اصح احنا كل انتاجنا بنقدمه بشكل مجانا لكل الاعمال الغير ربحية، بمعنى ان احنا انتجنا السنة دي 10,000 كتاب ما بين برايل ومسموع وحاجة اسمها ولارج برينت لذوي الاعاقة البصرية، وبنوزعهم ببلاش من غير ما ناخد منهم مقابل. في نفس الوقت اي حد بيطلب كتبنا الاغراض بحثية او اغراض توثيقية بيستلمها ببلاش. في الأسواق الضعيفة زي مصر شمال أفريقيا بنقدم أسعارنا بحوالي 25% من السعر الأصلي، وبنبقى خسرانين فيه، ولكن الانتشار وتوفير الكتاب الجيد هو اللي بيهمنا هنا. ولكن في الدول اللي فيها حجم الإنفاق كبير واللي لازم نقدم فيها وده سعرنا الأصلي وده تكلفته الفعلية، أعتقد إن إحنا ما نقدرش ننزل بالسعر أكتر من كده. لفت لي نظري انه امبارح اشتريت كتب لاطفال من دار نشر اخرى، الكتاب هيدا هارد كفر وحتى عدد الصفحات ونوعيه الصفحات، يعني انا مع اسماء انكم تخففوا كلفه الكتاب حتى يزيد انتشاره لغير القادرين على شرائه بهالقيمة، يعني ممكن هيدا مش غالي على هالطريقة الإخراج وعلى نوعية الورق ونوعية الغلاف، ولكن شو المانع إنه القصة نفسها تنعمل بطريقة تانية، الورق الرقيق، الغلاف الرقيق، وتخف كلف. أكيد هنعمل. سوري رنا تعقيبا لكلامك، سوري في دور نشر هون بيعرضوا عليك نفس الكتاب بطريقتين إخراج، إخراج هارد كفر واخراج فوتوكوبي للكتاب. موجود في كل دول العالم، يعني الكتاب اول ما يطلع 6 شهور هارد كفر، بعد ما الناس تقرا النخبه يرجع الى بس هذا موجود عندنا دول عربيه، يرجع لكتاب الجيب او يسمونه الطبعه في مصر عندكم، انا كثير احب مصر الشعب، الطبعه الشعبيه على قولتهم الشبع. والله جوعانين الظاهر، الطبعه الشعبيه لليوم انا خلاص اخر يوم المعرض، عاد اعذروني شعبي بشبعي اليوم، كاتبت لهم مسج اصدقاء المحبسه ولا هو محبه ولا هو طار، قلت لهم صرت عميه وصليه وتعبانه، اقبلوا اعتذاراتي كلها. بس انا اقصد الله يطول بعمرك اخوي ولدي ثامر، انه لازم يكون في الطبعه الرخيصه، وقولوا لهم انت وجه لسمو صاحبه سمو الشيخه بتقول هذا من 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 الامهات والجدات، احنا احفاد يعني لاحفادنا لازم تكون في طبعة، واحنا مستعدين نساعدكم، نحن مستعدين نساعدكم، نحن مستعدين نجيب لكم يعني نحاول نسوي لكم نشاطات خيريه حق التمويل، نحن مستعدين، وهذا كلمه اقولها عامه يعني اي شيء يساعد في تسويق الكتاب للطفل واعاده اللغه العربيه نحن مستعدين وياكم يعني. اكيد هناخد دافعين الاعتبار اكيد بجد اكيد. يمكن تعملوا
One minute. في عنا طفلة. أيوة. أنا مستنيها. تامر، بس قبل ما أعطي للطفلة سؤالي، لما أنتوا عم بتروجوا ب45 بلد من ضمنها السويد، إذا كدولة أجنبية مثال، هل يترجم ولا يباع كلغة عربية؟ الاثنين. يباع باللغة العربية، وبنشارك في معارض الكتاب هناك، وفي نفس الوقت لينا إصدارات مترجمة هناك. أوكي، بس تعقيباً على السعر هنادي، كنا مبارح أنا وياكي بأحد الأجنحة وإحنا طالعين، صح؟ اشترينا غرض، كان في قصص أطفال، كانت الست سألتها الأجنبية بكم كتاب الأطفال، قالت لي كل واحد ب50، بس إذا أخذت السيريال كله اللي هن الستة تدفعي 205، هم فبتدفعي 200 بدل ما تدفعي 250، فهل بتعملوا شيء زي أكيد هذا؟ طول السنه عندنا عروض وبروموشنز وخصومات. طيب. شكرا. البنت بدها تسال، شو اسمك؟ مريم. يلا مريم، بشو بدك تسالي؟ بالعربي اكيد. مريم بس خليها دهك هيك، خلي الميكروفون قريب على امك. ليش انتوا بتسوون كتاب مال موت؟ نحن الاطفال نخاف من هالنوع من الكتب. لا تسوون العمر وتسوون مال الرقابة. شكرا. ال الكونسبت بتاع الكتاب توجيه الوالدين، تقصد ان بما معنى الكتب من هالنوع عن الموت، هي تقول لي من قبل شوي انها تخوف، فقالت ماما ليش ما يخلوا تحت بتوجيه الوالدين، اكتبوا بتوجيه الوالدين. اكيد بتوجيه الوالدين، ولكن مش عايزين نحكم على الحاجه، مش هنقول من غلافها، بس حتى من الموضوع. اقري كتاب حنين عندنا هذا وهتعرفي ازاي احنا بنقدم الكونسبت دي. احنا مش بنتكلم عن الموت كانه حاجه مخيفه، حاجه نخاف منها، احنا بنتكلم عنه بشكل تاني. خليها تقراه وبعد كده هي هتحكم ان كانت خافت ولا لا. نعم. أكيد مجاناً. هدية للملتقى. الكتاب الأخير ده فزنا فيه. لما أنت قلت بهالموضوع يعني. خليني أكلمك عن الكتاب ده. كتاب لسانك حصانك، فزنا به السنة اللي فاتت بأهم جائزة أدبية في أدب الطفل اللي هي بولونيا راجاتسي أورد، وفي نفس الوقت الدار فازت بأفضل دار نشر على مستوى آسيا، أو من منطقة آسيا على مستوى العالم، من نفس معرض الكتاب. كان واحدة من أهم الأشياء اللي فزنا فيها في الكتاب ده إزاي قدرنا نستخدم المساحات البيضاء والأشكال الهندسية في الكتاب. دي كلها أمور بتاخد وقت، وسط مش بس كاليجرافي، إن كمان النص مرسوم أو موضح جوه الرسمة، ومستخدمة نفس معاني النص في الرسمة. فالكتاب ده واحد من أعز الكتب على قلبنا، وده كتاب من فعلا اللي استثمرنا فيه وبشكل كبير، واللي سبنا الكاتبة الرسامة تاخد أريحية فيه على الآخر وتحط فيها كل إبداعه من غير ما نعمل لها أي نوع من أنواع الليميتيشنز. حبيت تمبلت اوف كالرز اللي استعملتها، يعني فيري ابيلينج، بنفس الوقت فيري ساتلد، يعني منا فلاشي، منا مؤذيه للنظر ابدا. وكانت فكره الكتاب جت من لعبه بالليل، كانت فاطمه شرف الدين اللي هي الكاتبه سهرانه مع اولادها، وبداوا يلعبوا لعبه انك تقولي الحاجات اللي هي لما تكررها ورا بعض تتلخبط فيها، زي نائب نائم او ليره ولا ريلا. وبعد كده بعد ما خلصوا اولادها اللي اقترحوا عليها اللي هي ليه ما تحطهمش في كتاب، فحطيتهم كلهم في كتاب وطلعناه. استاذ تامر، سؤال عندي. اتفضل استاذ سعد. بس خبركم شغله، اني هذا النوع كمان من الطباعه كسر، هذا مبرفن. شو يعني مبرفن؟ يعني اللي عنده تحسس من الحبر او من ريحه الكتب، هذا سعره غالي لانه مبرفن. الكتاب العادي الغير مبرفن بيكون رخيص. شو الفرق بين الطبعه الفاخره والطبعه العاديه؟ الطبعه الفاخره مثل ما حكينا ما بتسبب اي تحسس، خصوصي اللي معه ربو مثلا. اللي معه ربو ممكن اذا حمل كتاب رخيص يصير عنده ربو، يجي ازمه ربو. هذا فرق كبير. سؤال ثاني استاذ تامر، واضيف على دي ان حتى كل كتب الاطفال عندنا كل الحبر
الورق اللي مستخدم فيها سيرتيفايد ان هو سيف للاطفال تماما. فدي امور كلها هذا غالي كثير طبعا هذا غالي كثير هذا غالي يعني مختلف عن كل انواع الاحبار احنا مش هننجح مش هنفوز خالص في الديبيت ده اكيد طيب استاذ سامر السؤال الثاني علاقتكم بالشركه الفرنسيه للنشر واخر التقنيات اللي راح تدخل لاول مره للنشر العربي اوكي احنا في الفتره اللي فاتت بدانا اتجاه جديد في الشغل عندنا ان احنا بدانا نعمل شراكات كبيره مع دول نشر أجنبية عملنا كلمات كوارتو وكلمات بلومزبيري والشهر 2 اللي فاتت شهر 2 اللي فات عملنا شراكة مع دار جاليمارت في فرنسا واللي هيتم من خلالها إنتاج عدد كبير من أعمالنا للغة الفرنسية وعدد من أعمالنا من أعمالهم باللغة العربية عندهم مجموعة كبيرة بتستخدم تقنيات جديدة في الإنتاج والأشهر عندهم واللي احنا إن شاء الله هنعملها باللغة العربية قريب اتفضل كيف حالك اخ دام انا تمام انا تشوقت اقرا لكم دار النشر حقتكم بس اللي فهمت انها مختصة بالاطفال فقط هل عندكم بلان تسوون يعني على فئات المجتمع كلها كتب اصدارات عندنا روايات عندنا دار نشر اسمها روايات فقط روايات فقط في الوقت الحالي روايات والمشروع الجديد عندنا اسمه كوميكس دار نشر اسمها كوميكس وتعمل جرافيك نوفلز وكوميكس بس اقدر اقول لك من 2018 و2019 عندنا اتجاهات احنا الحمد لله يمكن شويه عارفين احنا هنعمل ايه بكره وبعده يمكن في الخمس سنين اللي جايين حتى احنا كلمات بس هي اللي مختصه بالاطفال وحروف مختصه بالاطفال التعليمي ولكن عندنا كتب طبخ في كلمات كوارتو عندنا كتب للروايات في دار في الفئه بتاعه الكتب دي عندنا بندرسها دلوقتي يعني مش هكذب عليك واقول لك ان احنا خدنا فيها قرار نهائي ولكن بندرس دلوقتي ان احنا نبدا نعمل طبيعه الكتب دي في الفتره الحاليه ولكن يمكن عشان عندنا مشاريع اوريدي متفقين عليها واوريدي محطوطه في البلان فلازم نخلصها الاول فكوميكس هم اولهم في شهر 11 اللي جاي بالاضافه طبعا لشراكاتنا مع جاليمارد وبلومزبيري وكوارتو واعتقد بعدها هنبدا فعلا لان احنا من حوالي سنه بدانا نفكر في ان احنا نبدا نتجه للنوع ده من الكتب سواء تاريخ او شعر او نون فيكشن يعني بندرس الموضوع بشكل عام ولكن طيب لسه وين تعرض كتبكم في السعوديه نعم وين تعرض كتبكم في السعوديه ما سمعتش وين تعرض كتبكم في السعودية؟ في جرير اهمهم جرير موجودين في ال 46 فرع بتوع جرير الله يعطيك العافيه الله يعزك I would like to welcome the ambassador's wife thank you for visiting Al Multaka group and thank you for having you today it's our last day and just to put you in the image we're discussing now with Mr. Tamer his children book publishing He's coming from Kalimat Publishing Group, and they are specialists in making stories for children in a very nice illustrated way and very nice topic. So they are for today in the exhibition, in case you are interested to see. And they won the prize of Sheikh Zayed for publisher this year, and we are so proud of them. So you are most welcome. Thank you. مرة تانية أدعوكم لزيارة جناحنا في قاعة 8 وأشكركم على الحضور وأشكركم على ال very quickly. احنا دار نشر محليه بدانا من 10 سنين فاتوا وكان هدفنا ان احنا نقدم كتاب جيد للطفل اللي اقدر اقوله لكم بسرعه ان احنا
الحمد لله دلوقتي نقود الماركت من ناحية أفضل كتاب للطفل فعلا بيتقدم من خلال دار كلمات، وفي الفترة اللي فاتت فزنا بعديد من الجوائز أهمهم شيخ زايد بوك أورد السنة دي، والسنة اللي فاتت خدنا جائزة بولونيا راجاتي أورد لواحد من كتابنا، وكمان خدنا بيست بابلشر أوف زاير من معرض بولونيا للكتاب، كمان اترشحنا أو وصلنا للشورت ليست في بيست بابلشر أوف زاير من بولونيا لثلاث سنين متوالية، وكذلك وصلنا برضو للشورت ليست كأفضل دار نشر دولية في كتب الأطفال واليافعين من معرض لندن للكتاب. عندنا إنتاج جيد، أدعوكم أنكم تزوروا قاعة 8. أشكركم. We have one question. Last. في مساء الخير. في الكتب الأجنبية دايما بيحددوا سنوات العمر للتدر، هل مكتوب هنا؟ موجود في أول صفحة من جوه تحت، في لوجو اسمه عربي 21. عربي 21 هو مشروع تابع لمؤسسة الفكر العربي، وأول مشروع عمل تصنيف لكتب الأطفال. أيوه. هل مكتوب أنا كواحدة بشتري؟ موجود. أسهل شيء بالنسبة لي إن أنا عايزة 4 سنين 3 سنين، هل أنا ممكن أختار؟ موجود سلوى، افتحي أول صفحة. التصنيف موجود جوا الكتاب. افتحي. أوكي. طب هل الرسومات اللي موجودة دي سهلة للطفل إن هو يفهمها؟ أكيد. إحنا. أكيد. أكيد، لأن إحنا جربناها على أطفال. إحنا أول دار نشر يبقى عندها حاجة اسمها Children Committee واسمها طفلك يقرر، بنستخدمها أكتر في المنشورات التعليمية، ولكن برضو بنعرض عليها كتبنا من وقت للتاني. شكرا. أنا مش مقتنع. شكركم مرة تانية وإن شاء الله نشوفكم على خير. سامر أسعدتنا وعرفتنا على دار نشر، ما كان عندنا فكرة عنه، كل التوفيق. We are so impressed. Thank you so much.